اللي هو السر اللي بيخلي الحمام يلحم على 12 يوم، سواء كان لاحم السر اللي محدش هيقول لك عليه اللي بيخلي الحمام يلحم على 12 يوم مع الحاجات دي. الاول حاجة ما ينفعش اللي هو جاني سؤال اللي هو بيقول لي ان في اشترت حمام او اشترى حمام مش فاكر ان كان راجل او ست يعني، والحمام ده بقاله سنة مش بيبيض. طب ليه الحمام بقاله سنة مش بيبيض؟ تعالى برضو هنشوف ايه الاسباب، واحنا نعمل اللي علينا والباقي نسيبه على ربنا. لكن ما ينفعش طبعا الحمام نسيبه سنة ما يبيضش، ولا حتى شهرين كمان ما يبيضش. امال احنا مربيين حمام ليه؟ اساس الحمام يا جماعة اللي انت بتربيه ان انت تفرخ منه يطلع عندك زغليل. اذا ما كانش بيطلع عندك زغليل يبقى ملهاش لازمة التربية. طيب نبدأ بالكلفة بتاعت الحمام. الكلفة دي عبارة عن ايه؟ او بعد كده هقول لك برضو المقادير. الكلفة دي فول، سلة، ودور حمام. طبعا دور حمام من النظيف الابيض اللي هو بنقول عليه دور عويجة، ودور اصفر سواء الدور اللي هو في حجم الحبات الفشار او الدور اللي هو مجروش. لو هو دور من الكبير هيبقى دور مجروش جرش خشن مش الدور الناعم. طيب والقمح، يبقى هما كده عندنا فول بسلة، ذرة أبيض، ذرة أصفر، قمح، خمس أصناف. تمام، خمس أصناف. في بقى ممكن تضيف عليهم عدس، بس ما يفضلش إن أنت تضيف العدس في الصيف، لأنه العدس حامي على الحمام في الصيف الحر ده. فأنا بفضل إن نضيف العدس بس في الشتاء بس فقط، وبكميات قليلة كمان، ما بنضيفوش كتير. طيب يبقى دي المكونات. طيب إيه المقادير بتاعتها؟ المقادير بتاعتها يا سيدي، لو هتجيب 5 كيلو ذرة حمام أو ذرة عويجة، الذرة الأبيض، هتجيب عليهم 2.5 دور اصفر و2.5 قمح، بقينا كده في 10 كيلو. تمام، 2.5 اصفر و2.5 قمح، يبقى بقينا في 10 كيلو على الخمسة كيلو اللي هم حمام، زائد عليهم 1.5 فول و1.5 بسله. هي دي الكلفه اللي قدام سيادتك دي. تمام كده الكلفه، تزودها بقى على حسب ما انت عايز، على تزود عشرات عشرينات على حسب الكميات اللي عندك. انا قلت لك كميه الخمسة كيلو دور حمام بتضيف عليهم ايه، دول هيعملوا لك بتاع حوالي 13 كيلو اللي انا قلت عليهم دول. 13 كيلو دول تقريبا تمنه 105، لكن هو مش هيقلهم على 100 جنيه لو الدراية من الحاجات الكويسة النظيفة. الفول من اللي هو سعره 10 جنيه، والبسلة سعرها 10 جنيه، والدورة بستة، الاصفر والغلة بستة، ودورة الحمام ب9 جنيه، فهيعملوا معاك حوالي 105 جنيه اللي هم الكمية دي. طيب ده بالنسبة عرفنا كده المكونات الكلفة. المكون الخطير اللي بيضاف عليها بقى اللي هيخلي الحمام عندك ما يقطعش بيض ويبيض طول السنة، اللي هو ايه؟ اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم. ايوه يا جماعة، ثنائي فوسفات الصوديوم هتلاقيه عند اللي بيبيعوا مستلزمات الحمام او البيطريين يا جماعة. بتستخدمه ازاي؟ بتحط معلقة اكل كبيرة على 5 كيلو من الكلفة دي طول السنة. بتعطي علاج ما بتعطيش علاج، فانت بتعطي منه طول السنة، بتضيفه على الاكل. ده هو السر يا جماعة، ده اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم، ده السر اللي هيخلي الحمام عندك يبيض طول السنة. لا مش هتقول لي كده بس وكفاية، استنى، ده اهم شيء النهاردة اللي احنا عاملين عليه الفيديو، لكن لسه في حاجات. استنى، التحديق ما ينفعش ان انت تمنعه عن الحمام يوميا وفي كل وقت، زي الاكل وزي ثنائي فوسفات الصوديوم. دول الثلاث حاجات دول يا جماعة، دول دايما يكونوا موجودين طول السنة. من غير التحديق ده اللي بيبقى فيه محار البحر عشان يكون القشرة. طبعا هو ده فيه، لكن ده برضو الحمام بيحب يحدق. اللي عايز فيديو التحديق هيلاقيه في القناة، ابحث عن فيديو التحديق على القناة، قناة معلومات في تربية الحمام. ده زي ما قلنا على طول الوقت، وده زي الاكل والشرب، الاكل والشرب وثنائي فوسفات الصوديوم والتحديق. يبقى الثلاث اصناف كده خلصناهم، نخش على الصنف الرابع اللي هو جروفيت بلس. ممتاز جدا يا جماعة، مجموعة من الفيتامينات النادرة والاملاح المعدنية والاحماض الامينية. تمام، ده احسن فيتامين استخدمته للحمام، لكن حذاري ان انت تستخدمه والحمام عنده اسهال. ما ينفعش ان انت تستخدمه مع الاسهال، بيزود الاسهال يا جماعة. اي فيتامينات ما تستخدمهاش مع الاسهال. تمام، يبقى كده خلصنا. ده 3 ايام برضو في الشهر، وده 3 ايام في الشهر، وزعهم كده، ده 3 ايام وده 3 ايام في الشهر. يبقى هم دول الخمس حاجات اللي احنا عاملين عليهم الفيديو بتاع النهاردة، اللي هيخلوا عندك الحمام يلحم العش في العش. واهم شيء فيهم المكون الاساسي اللي هو مهم جدا جدا يا جماعة، اللي انا اكتشفته ان هو
هو ده السر اللي بيخلي الحمام ما يبطلش بيض، لان طبعا حضراتكم عارفين احنا في الصيف والحمام اغلبه مريح، واللي مش مريح كمان الناس هي المربين هم اللي بيعزلوا الذكورة عن الناتي علشان يريحوه في فصل الصيف، لكن انا ما بعملش كده الحمد لله. مش مصدقني يرجع لقناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام اللي انا عامل فيها المزاد بتاع الزغاليل الزاجل، ويشوف والحمام اللاحم برضو اللي انا عامله هيشوف الزغاليل عندي بسم الله ما شاء الله وربنا يبارك. كده اكون خلصت موضوع الفيديو، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.